السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بنقدم فيديو جديد عن فيروس كورونا. هنعرف هل الحشرات هي ناقلة للفيروسات ولا لا؟ هل الموسم اللي جاي ده، الفترة اللي جاية دي فترة انتشار الحشرات، هل الفترة دي هيكتر فيروس كورونا ولا لا؟ تابعوني بعد الفيديو. الفيروسات هي عبارة عن جزيئات تحمل معلومات أو شفرات وراثية. الشفرات الوراثية دي بيحيط بها غلاف بروتيني، الغلاف البروتيني ده عشان يحمي الشفرات الوراثية دي أو المعلومات أو الجينات الوراثية، وبالتالي الفيروس ده يعتبر كائن غير حي ولكن يحمل معلومات وراثية من الممكن إنها ترتبط بأي معلومات وراثية أخرى، كما إن الفيروسات دي لها قدرة على التحور، وده اللي بيجعل منها خطورة أو إحنا شايفينها إنها بتشكل خطورة بالنسبة للإنسان. زائد إن فيروس كورونا ده بيصيب الجهاز التنفسي، والجهاز التنفسي ده زي ما إحنا عارفين إن مفيش حد هيعرف يعيش من غير هواء، بالتالي تأثيره مباشر، مش زي الفيروسات الكبدية أو بعض الفيروسات زي نقص المناعة البشري أو بعض الفيروسات الكتيرة جدا. عشان خاطر تعرف الفيروس ده هو إيه، الفيروس ده هو كائن صغير جدا، أنت لو حاطط الكمامة ممكن يخش ويخترق الكمامة ويدخل الجسم. الفيروس ده ممكن يتنقل عن طريق أي شيء في الدنيا، ممكن ينتقل عن طريق الهواء، ممكن ينتقل عن طريق الحشرات، وإحنا هنتكلم بعد كده إزاي هينتقل عن طريق الحشرات. معظم الفيروسات بتنتقل عن طريق النمل والبعوض والقراد والبرغيث، ولما انتقلت حمى الضنك من المستنقعات الى الانسان مباشرة عن طريق حشرات، كذلك جدري الفراخ لما بيصيب الدجاج من بعضه بيصيبه عن طريق الذباب. طيب الحشرة دي دورها ايه؟ دورها انها في دور سلبي ودور ايجابي. الدور السلبي ان هي بتحاول انها تكتر من اعداد الفيروسات اللي هي بالتالي هتهاجم الانسان. حشرة او حيوان بيتصاب بالفيروس ده فبيموت بديلا عن الانسان، وبالتالي بيموت وبيقل اعداده بطريقة طبيعية. الفيروسات تستخدم في الزراعة عشان تقتل الحشرات الضارة. أحب أقول لحضراتكم إن الحشرات بتصاب بسبع أنواع من الفيروسات عشان خاطر تقتل الحشرات الضارة. طبعاً منظمة الصحة العالمية قررت الباسيلو فيروسز في مقاومة الحشرات، وهي طريقة مأمونة وغير مؤثرة على الجنس البشري. على طبعاً الفيروسات ديت بنستخدمها في مهاجمة يرقات الحشرات، خصوصاً حشرات اللي بتصيب القطن، وتم استخدامها فعليا في امريكا، ولكن يواجه الشروع ده صعوبة في ان لازم يتحضر الفيروس ده صناعي، ولازم ان الفيروس ده بيقعد من 10 لـ20 يوم على ما يتجهز، وكمان الفيروس ده بيأثر على الحشرات بس بيأثر بعد فترة طويلة. نرجع ونقول عشان خاطر المرض ده او الفيروس ده له القدرة على التحور، يبقى احنا لازم نمشي في اتجاهين اتنين. الاتجاهين دول عبارة عن ازاي نوجد له علاج ونشوف ايه هو مصدر المرض ده، مصدره جاي منين. طبعا بعض الاقاويل او اغلب الناس قال ان الفيروس ده عبارة عن مرض جاي من العائل بتاعه، هو اكل النمل الحرشوفي. طيب اكل النمل الحرشوفي ده، يبقى نمسك مصدر المرض ده وهنحاول ندور فيه ونشوف علاج القصة اللي احنا فيها ديت. حاجتين اتنين، لازم نشوف السبب، ايه هو السبب، في لكل شيء سبب، وبعدين تداوى عباد الله، ما خلق الله من داء الا وله دواء. الفيروسات عايشة ما بيننا وعايشة من قديم الازل، ودي موجودة في الارض وما نعرفش نتخلص منها، زيها زي اي كائن على وجه الارض. ولكن في حاجة مهمة جدا احنا مش واخدين بالنا منها، هو موضوع التوازن. احنا دلوقتي لما نيجي ندور على اكل النمل الحرشوفي نلاقي اكل النمل الحرشوفي بدأ ينقرض،
طيب لما بدأ ينقرض، هل الفيروس ده بيصيبه هو ولا هل بيصيب النمل اللي هو بياكله؟ ممكن يكون المرض ده بيصيب النمل ذات نفسه اللي هو بياكله، فبالتالي هو بياكله بيتعرض إليه، وبالتالي البشر اللي هم بياكلوا آكل النمل الحرشفي بيصابوا بنفس المرض. ومن ده لده لده بتحاول الفيروسات انها تتحور من هنا لهنا لهنا بحيث انها تتكيف مع نفسها وتعيش زيها زي بس. وبالتالي بدأ يتحور وينتقل من انسان لانسان واصبح متعايش وهيفضل موجود والعملية هتمشي، بس احنا مفروض نشوف لنا علاج. ايه هو العلاج؟ ان احنا نحمي بيه نفسنا ونسيب المرض كده ونحجمه بحيث ان هو احنا نمشي الدنيا مع بعضها كده، لا تأذيني ولا احنا. كل اللي همنا دلوقتي ان احنا ندور على العلاج في اطار بيئي وليس علاج في اطار كيميائي. طيب لما نيجي ندور على العلاج في اكل النمل الحرشفي ونقول ان اكل النمل الحرشفي ده هو اللي بينقل المرض، يبقى لازم نقضي عليه. الكارثة يا جماعة اللي احنا واقعين فيها ديت نتيجة لسبب واحد بس، هو هدم النظام البيولوجي البيئي، هدم النظام البيئي اللي احنا عايشين فيه. مثلا احنا بنحاول نقلل اعداد الحشرات، فبالتالي الحشرات دي بتحوش عننا اذى تاني احنا مش واخدين بالنا منه، فبالتالي ان احنا بنصاب احنا بالامراض دي. طيب الفيروسات كانت بتصيب مثلا النمل، على افتراض انها كانت بتصيب النمل و اكل النمل الحرشوفي كان بياكل النمل ده فبيصاب هو بيه، اصبح ان احنا بنيجي ناكل اكل النمل الحرشوفي ده فبنصاب احنا بيه. ده تفسير ليس مجزم، ولكن ده كمثال. يعني مثلا احنا بنيجي نشوف نقول الذباب ملوش لازمه وملوش قيمه، فاحنا المفروض ان احنا نتخلص منه. تتخلص منه ماشي، ولكن انت بتتخلص من عدد معين في نطاق معين. انت بتستخدم المبيدات الكيميائية، تستخدمها كسلاح اخير في القضاء على الحشرات مثلا. احنا فقدنا همزة وصل ما بين الفيروس وما بين الانسان، فانتقل للانسان على طول. وده بيتم في الحالة ديت انا بلجأ لاستخدام المصايد البيئية اللي هي غير مضرة بالانسان، اللي هي مش هتستخدم فيها المبيدات الحشرية اللي هي هتأثر على الجهاز التنفسي بتاع الانسان. وبالتالي انا بحاول اعمل مصايد بيئيه او فرمونيه ان هي بتحاول تصطاد الذباب بطريقه غير مؤذيه للانسان. احب اوضح لحضراتكم ان الفيروسات اللي هي بتصيب الانسان في فيروسات كمان بتصيب النبات. طبعا ده كان خلى بعض الورود في هولندا نتيجه لدخول بعض الفيروسات واختراقها انسجه النبات وتغييرها في الجينات الوراثيه بتاعت الورود. ده كان سبب دي ان بعض العلماء والباحثين الزراعيين هم يحاولوا يدوروا على السبب الرئيسي في انتقال هذا الفيروس، اللي هي لها القدرة انها تعيش لمدة اطول لو ما تعرضتش للأشعة فوق البنفسجية. يبقى نلخص الكلام اللي احنا قلناه، لخصناه في كام نقطة كده. يبقى أولا لازم نغطي الأكل بتاعنا باستمرار، نغطي الحاجة اللي بنشرب منها باستمرار، بالليل نطفي النور لأن في حشرات بتنجذب للنور الأبيض والنور الأزرق والنور الأصفر. في الحالة دي هتنقل لك مش فيروسات بس، ممكن تنقل لك ميكروبات أو أي شيء آخر أنت حضرتك مش عندك دراية بيه. يبقى لازم يبقى في عندنا توازن بيئي، لازم نعرف ان في كائنات احنا مش عارفين لازمتها ايه في حياتنا، بس الكائنات ديت لها لازمة بتخلصنا من بعض الفيروسات او الميكروبات او اشياء ضارة كتير احنا ما عندناش خلفية بيها. مش معنى ان احنا مش محتاجينها يبقى ديت ملهاش اي لازمة.